السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. الله يبارك فيك ويسلمك. كان في أسئلة والله لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول يقول إن هو الآن عنده مال بالدولار. لما يجي يخرج زكاته، طبعا هو يخرجها مصري، يخرجها بسعر البنك ولا بسعر السوق الموازي؟ بسعر السوق الموازي كما تحب لنفسك تحب للفقراء.